عبر سكايب ينضم لنا مباشرة من الحدود السورية التركية إبراهيم الإدلبي المستشار الإعلامي لجيش الحر. أستاذ إبراهيم مساء الخير، عشرة الغارات تستهدف مراكز حيوية إذن في إدلب وأيضا في حماة، أكثر من 20 قتيل، تفاصيل وهي من حصيلة أخيرة للضحايا إلى حد الآن. مساء النور لك ولجميع المشاهدين. بالنسبة للحصيلة الأولية التي تم توثيقها في خان شيخون جراء 6 غارات متتالية من سلاح الجو الروسي، 2 منها استخدمت الصواريخ الارتجاجية شديدة التدمير، وصلت إلى 9 مدنيين كانوا قد لقوا حتفهم، هناك 6 منهم من عائلة كاملة كانت قد لقت حتفها جراء استهدافها بصاروخ ارتجاجي أدى إلى دمار المنزل بشكل كامل. هذا على مستوى خان شيخون. إذا توجهنا باتجاه الشمال السوري من بعد خان شيخون كان التمانع معرض النعمان، هناك غارات جوية مكثفة طالت هذه المنطقة، أيضا في جبل الزاوية محيط مدينة كفر نبل وأيضا المدينة تعرضت لغارات جوية. أيضا في الشمال السوري كان هناك عدة غارات جوية استهدفت بعض النقاط الحيوية المتواجدة في المراكز الشمالية، عناوة عن خروج أكثر من 4 نقاط طبية عن الخدمة بشكل كامل، إن كان مشفى أورينت في كفر نبل، أيضا مشفى الرحمة، عناوة عن ذلك إن كان في معرض زيتان الخدشام الطبية التي قتل فيها في وقت سابق ممرضة وأصيب عدد من عناصر الكادر الطبي العامل هناك، عناوة عن ذلك أيضا كان هناك استهداف لمراكز الدفاع المدني، مركز الدفاع المدني في خان شيخون وآخر أيضا في الهبيط بالقرب من خان شيخون. هذا بالنسبة لإدلب. أما منطقة حريف حماة الشمالي تكاد تكون مبادة بشكل كامل، نتحدث عن كفر زيتا، نتحدث عن اللطامي التي كان الطيران الحربي يحلق فيها على علو المروحي عفوا يحلق على علو منخفض يقارب ال 400 متر ويقوم باستهداف المنطقة بحزمة من الصواريخ يقدر ب4 صواريخ او 6 دفعة واحدة تستهدف احياء بشكل كامل وتقوم بتدميرها، عناوة عن ذلك او اضافة الى ذلك كان هناك حركة نزوح شديدة للمدنيين من مناطق ريف حماة الشمالي باتجاه المناطق التي تعتبر اكثر امنا في منطقة ادلب وريفها او تحديدا على المنطقة الحدودية ما بين منطقة سرمدة واطمي. ايضا المحاولة او محاولة التقدم البري لقوات النظام والميليشيا الايرانية على المستوى البري من جهة منطقة معان وايضا من الجهة الشمالية. طيب سيد إبراهيم، ماذا بالنسبة للمدنيين؟ نعلم بأن عدد من المستشفيات أيضا تم قصفه، ماذا بالنسبة لوضع المدنيين، وضع الإنسان؟ الوضع الإنساني الذي تحدثت عن عملية نزوح متكررة من طيب. من ريف حماة وأيضا ريف القطاع الصحي، يعني عن موضوع قصف المستشفيات، يعني هل الآن الإسعافات الأولية حتى متوفرة في ظل القصف وفي ظل وقوع إصابات؟ بعد تدمير المشافي واستهدافها من قبل الطيران الحربي الروسي أصبح موضوع المواد الطبية قليل جدا، واصبح الوضع الانساني على المستوى الطبي سيء جدا، خصوصا ان اول النقاط التي استهدفت منذ 3 ايام الى تاريخ اليوم هي النقاط الطبيه وما ترى بالنقاط الحيويه، خصوصا المشفى المتواجد في منطقه معارض النعمان او تحديدا في منطقه كفر نبل وايضا في منطقه خان شيخون، هذين النقطتين الاساسيتين اللتان كانت تخدمان قرابه 300,000 مدني اصبحتا خارج الخدمه، اي ان الوضع الطبي لا يوصف فقط بكلمتين انه سيء او انه يقترب من السوء، ولكن يصبح شبه معدوم. نحن قد المشاهد لا يستطيع ان يدرك ما معنى المعاناه، انه لا يوجد اسبرين او لا يوجد مسكنات الام او حتى انه لا يوجد نقطه طبيه في المنطقه التي تقدم 300,000. نعم سيد ابراهيم، شكرا لك على هذه المداخله. ابراهيم الادلبي المستشار الاعلامي لجيش الحر كنت معنا من الحدود السوريه التركيه عبر سكايب.